19 أكتوبر 1996، تاريخ رأت فيه النور الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوترية والرشاقة البدنية. قبل هذا اليوم لم يكن هذا النوع من الرياضة يلقى صدى وإقبالا جماهيريا مناسبا بالمغرب، لكن اليوم الأوضاع تغيرت. رجال، نساء، شباب وحتى أطفال أحبوا وأقبلوا على رياضة كل الشرائح كما لقبها البعض، داخل البيت أو خارجه، بمفردك أو مع الأصدقاء والعائلة. الأيروبيك رياضة تجمع بين صحة الجسد والروح وتحدث توازنا اجتماعيا بموسيقى شابة، كيف لا؟ والجامعة الملكية المغربية للرياضات الوترية والرشاقة البدنية تحتفل بعيد ميلادها 11. عجبني بزاف هذا الرياضة، رياضة مزيانة. كل شخص يبدا يتعلم يديرها، وانا في رأيي هذه كل شيء في الصراحة خصو يبدا يديرها. كتعجبك بزاف فاش كتكوني مع صحاباتك وداك؟ ولكن انا شي شوية تيميد، ولكن تعجبني بزاف. نو ديك طلعتي للمسرح راكي ماشي تيميد. Yeah.
هادشي داز الحمد لله زوين. جينا من كناس وخا تكرفسنا وهذا هانية كي كلشي كيتنسى في الاخر. المهم هو مشاركة شاركنا درنا الليل لينا وصافي. كتشاركوا قبل في ملتقيات عالمية؟ خدمنا وكنطلعوا بطولات وطنية وهذه دولية. مازال ان شاء الله غادي تكون شي حاجة.
تنظن على هذه الرياضه هذه مهمه مهمه بزاف. علاش؟ كما قالت السيده الرئيسه على انها ممكن باش يقوم بها جميع يعني جميع الاشخاص لانه ما تطلبش بزاف ديال الامكانيات. وحتى بالنسبه لي انا مارست الايروبيك يعني في ممارستي الالعاب القوى لانها فيها بعض لي زيكزرسيس اللي مهمه بالنسبه لنا لانها فيها لا سوبليس فيها دي زيكزرسيس اللي تيكونوا ديناميك يعني فهي مساعده بزاف. وبالنسبه للايروبيك ممكن تقوم بها جميع النساء يعني اللي تكون في عمرها 5 سنين والمراه اللي تكون في عمرها 80 عام. فتنصح جميع النساء على انهم باش يمارسوا هذه الرياضه هذه لانها مهمه جدا جدا للصحه. هذا عرض
إذن الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوترية والرشاقة البدنية تأسست بالضبط هذه 11 سنة. إذن العمل الأولي ديالها كان هو أنها تدخل أولا هذه الرياضة، لأن ما ننساوش بأن هذه الرياضة ما كانش في المغرب من قبل ما تخلق الجامعة. ثانيا العمل الثاني اللي قمنا به هو تكوين الأطر والمدربين وليزاتليت والحكام وهذا، ولكن اللي عندنا 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 حاليا أزيد من 10,000 ليسانسيي، عندنا أزيد من 170 مدرب على الصعيد الدولي، عندنا أزيد من 3,000 أتليت، ضمن بطولة العالم في 2001 في أكادير، ولكن واللي هي الخصوصيه ديال الجامعه هي انها تكفلت يعني بواحد الشباب اللي هو عنده واحد طاقات واحد المؤهلات هائله واللي ما عندوش اللي ياخذ بيده. Stop.